الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في مادة العلوم والفصل الدراسي الأول، وهنبتدي مع المحور الثاني المادة والطاقة. ومعانا النهاردة الوحدة الثانية وهي عن الحركة، وزي ما انت شايف كده احنا هنتكلم النهاردة على المفهوم الأول اللي هو مفهوم الحركة والتوقف. ومعانا النهاردة الجزء الثاني. تعالى كده بص انت شايف ايه؟ انا شايف في حركه للاوتوبيل، للقطار، او للناس اللي ماشيه كمان في الشارع بيتحركوا يا مس. يبقى احنا النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من الحركه والتوقف. دلوقتي احنا بنتكلم على نوعين من القوه، القوه المتزنه والقوه الغير متزنه. معايا سؤال مهم يا سنه رابعه قوي، بيقول لي ما الذي يحدث للجسم عندما تؤثر عليه عده قوه؟ مجموعه من القوى هتاثر على الجسم. لازم قبل ما نبدا ان احنا نفكر لازم نسال، يا ترى القوه دي متزنه ولا قوه غير متزنه؟ كنا بنبسطها لك يا حبيب قلبي ونقول لك القوه المتزنه ده زي قوه متساويه، اليمين قد اليسار. هلاقي ان الجسم مش هيتحرك، او اثرت على الجسم ده بقوه متزنه او قوه متساويه، هلاقي ان الجسم ده مش بيتحرك من مكانه. قد تؤثر عده قوه على جسم ولا يتحرك. هنقول له علل كده، لو قال لي علل هتبقى ايه الاجابه؟ طبعا هقول له في الحاله دي يا ميس، لان القوه المؤثره عليه تكون متزنه، متزنه يعني متساويه، فمش هيقدر يتحرك من مكانه. لكن ممكن سؤال تاني علل، يقول لي قد تؤثر عده قوه على جسم وتتسبب في حركته. ها لما في عده قوه والجسم ده بدا يتحرك بسبب ايه؟ او الاجابه بتاعتي هقول ايه؟ هقول له ان القوه اللي بتكون المؤثره عليه بتكون قوه غير متزنه، يعني غير متساويه، فالجسم اتاثر بفعل القوه دي فبدا ان هو يتحرك. زي ما انت شايف كده معانا في الفيديو اللي قدامنا، دي مجموعه من التلاميذ بيعملوا ايه؟ ده بيلعبوا لعبه شد الحبل. بصي كده مجموعه القوه المؤثره دي قوه ايه؟ دي قوه متزنه. زي ما انت ملاحظ كده اهم بيأثروا على الحبل وبيحاولوا يشدوه، بس تقريبا ما بيتحركش لان القوه هنا ايه؟ متساويه او متزنه. طب هو دلوقتي بيقول لي سؤال مهم، بيقول لي ماذا يحدث عندما تؤثر قوه متزنه على جسم ساكن؟ لو جسم ساكن اثرت عليه بقوه متزنه هيظل ساكنا، مش هيتحرك زي لعبه شد الحبل اللي انتوا شايفينها قدامكم دول كده. طب لو الجسم ده متحرك واثرت عليه بقوه متزنه هلاقي بيتحرك، هيفضل متحرك بس بنفس سرعته، يظل متحركا بنفس السرعه بتاعته. طب دلوقتي معانا سؤال جديد وبيقول لي طب ماذا يحدث عندما تؤثر قوه غير متزنه؟ غير متزنه يا سنه رابعه يعني غير متساويه يا مس. طب لو على جسم ساكن هتعمل فيه ايه؟ هيبدا في الحركه، هيبدا يتحرك. طب لو على جسم متحرك هلاقي ان سرعته ممكن تزيد او تقل، وكمان بيتغير اتجاه الحركه بتاعته. ودلوقتي وصلنا لسؤال المتفوقين الاول، ولو انت مركز حبيبي في الفيديو هتعرف تجاوب بكل سهوله. والسؤال الاول بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. النقطه الاولى بيقول لي اثناء لعبه شد الحبل، اذا سحب كل فريق الحبل بقوه متساويه فان القوه تكون نقط. يا ترى دي قوه متزنه ولا قوه غير متزنه؟ السؤال الثاني بيقول لي تساعد المحركات التي تم تزويدها بالشاحنه النفاثه على البدء في نقط، البدء في الحركه ولا البدء في التوقف؟ شوف المحركات اللي بتساعد الشاحنه دي هتساعد على ايه؟ على الحركه ولا التوقف؟ وان شاء الله شوف اجاباتكم في التعليقات وتكون صحيحه. زي ما انت مركز معايا كده في الفيديو بص معايا، ده هيتكلم دلوقتي على الحركه. طب يا ترى هي ايه الحركه دي؟ الحركه يا سنه رابعه عباره عن تغير موضع الجسم بالنسبه لنقطه ثابته. بتبدا من الحركه، يعني بتغير موضع جسمك؟ قال لي بغير موضع جسمي. بس لازم يبقى عندي ميس نقطه ثابته احدد فيها الحركه بتاعتي، لازم يبقى عندي نقطه موجوده، او النقطه دي بسميها نقطه مرجعيه او نقطه ثابته ببدا من عندها الحركه. بص زي ما انت شايف في الفيديو قدامك كده اهي مثال لانواع الحركه. طبعا لو انت بصيت كده للاشاره بتاعت المرور ده جسم ساكن، لعمود النور ده جسم ساكن، انما بالنسبه للافراد وبالنسبه للسيارات والحافلات طبعا دي اجسام متحركه. اهو جسم ساكن زي اشاره النور، زي الشجره، ده كل دي اجسام ساكنه. لكن الجسم المتحرك عندك سياره، عندك الاشخاص اللي ماشيه في الشارع، كل دي اجسام متحركه. طب دلوقتي هنتكلم على حاجه جديده برضو يا اولاد، بيقول لي من انواع الحركه، يا ترى الحركه ليها انواع؟ طبعا يا ميس ليها انواع.
عندي للحركة نوعين مهمين. حركة يمكن رؤيتها بسهولة، زي ايه يا اولاد؟ زي ما انت شايف في الفيديو كده، زي شخص بيسير على الطريق زي ما انت شايف كده في الخلفية، شخص بيمشي على الطريق، او زي الشخص اللي راكب الدراجة ده وبيبدأ ان هو يسير بيها على الطريق. طيب دي اول نوع من انواع الحركه، حركه يمكن رؤيتها بسهوله. وممكن كمان حركه الشجره في الشارع بسبب الرياح، ورقه الشجره هي بتتطاير مع الرياح. وممكن كمان لو بلعب كوره مع زميلي الكوره بتطير في الهواء بعد ما رميتها، كل دي انا اقدر اشوفها بعينيا. طب في حركه تانية لا يمكن رؤيتها بسهوله، زي حركه كوكب الارض حوالين الشمس، او حركه الكواكب عامه في الفضاء، دي حركه ما اقدرش اشوفها بسهوله. دلوقتي معانا سؤال مهم بيقول لي، ما الذي يسبب حركة الأجسام، أو ما الذي يسبب توقف الأجسام؟ يا ترى إيه اللي هيخلي الأجسام تتحرك، أو إيه اللي هيخليها تتوقف؟ لازم يكون عندي قوة، والقوة دي لازم عشان يبدأ يتحرك الجسم أو يقف لازم بتبقى قوة غير متزنة، أو ممكن كمان قوة سحب أو قوة دفع زي ما كنا قايلين في أول الفيديو كده. عشان الجسم يتحرك أو بيقف لازم تؤثر عليه قوة غير متزنة. خد بالك احنا خدنا في الفيديو الأول يا ميس كنا واخدين قوة السحب، دي قوة بتسحب الجسم ناحيتك، وقوة الدفع دي بتبعد. بتبعد الجسم عندك. بص معايا كده في الفيديو، احنا شايفين ايه؟ ده عالم من العلماء الاجلاء عندنا في العلوم، ده قاعد اهو الله بيبص بالمنظار، ده واقع عليه ايه يا ميس؟ التفاحه سقطت على راسه من على الشجره. يا ترى ايه يا سنه رابعه اللي جذب التفاحه ناحيه الارض؟ العالم ده قعد يفكر وحاول ان هو يركز، يا ترى ايه اللي وقع التفاحه من السماء؟ حد فوق الشجره وقعها؟ طبعا لا. طب يا ترى ايه؟ لما جاي يلقي التفاحه لاحظ حاجه غريبه جدا، وهي انجذاب التفاحه الى سطح الارض، ومن هنا ابتدى يفكر ان في قوه سحبت التفاحه للارض. دي قوه غير مرئيه، دي بتسحب التفاحه وبتسحب الاجسام ناحيه الايه؟ سطح الارض. تعالى كده نتعرف على القوه دي مع بعض، ونشوف ايه هي برضو اللي بتسحب الميه ناحيه الارض من على الشلال. بص الميه بتسقط ازاي في الشلال، دي بتسحب. قوه السحب اللي احنا بنقول عليها ليها اسم تاني بقى، اللي هي قوه الجاذبيه الارضيه. برافو يا ميس. طب ايه قوه الجاذبيه دي يا سنه رابعه؟ دي عباره عن قوه بتسحب الاجسام والاشياء لاسفل تجاه الارض. خد بالك دي قوه غير مرئيه، لكن انت بتقدر تشوف اثرها. تسقط تفاحه، تسقط قلم من ايدك، الكتاب على المنضده بيقع منك، كل الحاجات دي بتوضح لك ان في قوه الجاذبيه الارضيه. طيب بيقول لي امثله زي قوه الجاذبيه التي تؤثر على التفاحه فتتحرك او تسقط باتجاه الارض، وبرده قوه الجاذبيه بتؤثر على الماء فيسقط لاسفل من اعلى الشلال زي ما شفنا في الفيديو. هل تؤثر اي قوه علينا عندما يبدو اننا لسنا في حاله حركه؟ ها انت كده لو قاعد على كرسي زي ما انت قاعد بتشوف الفيديو كده بتاعك، في قوه بتاثر عليك، تخيل كده. ها المفروض هو في قوه بتاثر عليك وانت قاعد في مكانك. يا ميس حضرتك قلت لنا من شويه ان في قوه جاذبيه ارضيه، يبقى انا بنجذب ناحيه مركز الارض، ناحيه الارض، يبقى هي دي القوه اللي مؤثره عليك دلوقتي حاليا، هي قوه الجاذبيه. وفي قوه ثانيه برضو يا ميس بتدفعني لاعلى، اللي هو القوه الناتجه من الايه؟ من الكرسي اللي انا قاعد عليه. بالظبط. برضو نفس الشيء يا حبيب قلبي بيحصل لك اثناء حمل الحقيبه المدرسيه، بيحصل ايه؟ الحقيبه برضو بيأثر عليها قوه ايه؟ قوه جاذبيه ارضيه احنا اتفقنا عليها سنه رابعه، ودي بتأثر نحو اسفل في اتجاه الارض. طب دي اول قوه. طب تاني قوه، دي قوه سحب ايدك انت وانت بترفع الحقيبه الاعلى، يبقى بيأثر على الحقيبه في النقطه دي قوتين، قوه جذب او قوه جاذبيه ارضيه لاسفل، وقوه سحب اليد للحقيبه لاعلى، يعني قوه سحب وقوه تعتبر الدفع او القوه اللي هي بتاعه الحقيبه اللي انت رفعتها من على الارض ورفعت الحقيبه لحد ايديك فوق. دلوقتي بيقول لي مثال برضو على نفس النقطة، القوة اللي بتؤثر على كتاب موضوع على منضدة أو شخص جالس، هل الكتاب وهو على المنضدة بتؤثر عليه قوة؟ قال لي يا ميس بتأثر عليه نوعين من القوة، زي ما قلنا دلوقتي أول قوة دي قوة الجاذبية الأرضية واتفقنا عليها سنة رابعة، ودي تعمل في اتجاه لأسفل ناحية سطح الأرض، هي دي اللي مثبتة الكتاب على المنضدة. أيوة. تاني قوة دي قوة دفع الأعلى بفعل المنضدة أو الكرسي، يبقى في قوتين بتأثر على الشخص أو على الكتاب الموضوع على المنضدة. ووصلنا دلوقتي لو أنت مركز في الفيديو حبيب قلبي هتعرف تجاوب السؤال بتاعنا بكل سهولة. بيقول لي أكتب المصطلح العلمي، المصطلح العلمي بنشيل عبارة طويلة وبنحط تحتها أو بدلها المفهوم اللي إحنا عارفينه. يا ترى إيه هي القوة التي تقوم بجذب الأجسام لأسفل تجاه مركز الأرض؟ السؤال تاني، أكتب المصطلح العلمي، القوة التي تقوم بجذب الأجسام لأسفل تجاه مركز الأرض، يا ترى إيه هي؟ إن شاء الله أشوف إجابتكم تكون صحيحة في التعليقات،
ركز وانت بتقرا. السؤال الثاني برضو في اكتب المصطلح العلمي بيقول لي انتقال الجسم من مكان لاخر، يا ترى ده يعبر عن ايه يا سنه رابعه؟ لو انت مركز كويس في الفيديو وانت بتسمعنا ان شاء الله هتجاوب بكل سهوله. هنبدا دلوقتي حاجه جديده اسمها توقف الاجسام عن الحركه. تخيل كده ان الجسم بيبدا او شغال في الحركه بتاعته، هل ممكن تاثر عليه قوه ان هي تقدر توقفه؟ قال لي اه هتوقفه كمان وممكن تغير من اتجاه حركته. يبقى توقف الجسم المتحرك لما باثر عليه ممكن بقوه واحده او عده قوه بس بتكون غير متزنه، تعمل في عكس اتجاه الحركه بتاعته. بالظبط حبيبي، زي ما انت بتجري مثلا في الحوش وجا مثلا او بتلعب في النادي او في اي مكان وجا حد حب يوقفك، طيب يا ترى وهو هيوقفك هيدفعك للامام في اتجاه مشيانك او في اتجاه جريانك؟ لا طبعا، ده كده هيزود سرعتي، ده هيعمل في عكس اتجاه حركتي عشان يوقفني. اول نوع من انواع القوة اللي بتعمل على ايقاف الجسم المتحرك دي قوة تتسبب في ايقاف الجسم ويمكن ملاحظتها بسهولة. زي ايه؟ زي توقف السيارة عن الحركة لما تصطدم بجدار. السيارة بتسير بسرعة وفجأة اصطدمت بجدار، هتقف؟ قال لي اه طبعا. مقدار قوة اصطدام السيارة ده هيتوقف على ايه؟ على مقدار قوة الجدار. والله لو قوة الجدار قوية قد قوة اصطدام السيارة هتقدر توقف السيارة المتحركة بس دي. في شرط يا ميس تكون مضادة في الاتجاه، يعني في عكس اتجاه السيارة. بص معايا كده الفيديو بتاعنا كده اهو، السيارة بتسير واصطدمت فتوقفت. ده حصل ايه؟ بسبب تولد القوة من الجدار ده عملت في عكس اتجاه حركة السيارة فقدرت ان هي توقفها، والقوة دي يا اولاد بتساوي قوة اصطدام السيارة بالجدار بتاعها. ومعانا سؤال علل بيجي في النقطة دي يا ولاد، بيقول لي علل تتوقف سيارة عن الحركة عند اصطدامها بأحد الجدران، يا ترى بتتوقف ليه يا سنة رابعة؟ هبدأ أقول له بسبب قوة أو تولد قوة من الجدار تعمل في عكس اتجاه حركة السيارة فتقدر إن هي توقفها، والقوة دي حبايبي بتساوي قوة اصطدام السيارة بالجدار. زي ما أنت شايف في الفيديو كده، ده إيه ده؟ ده جسم بيبدأ إن هو يمشي وفي وقت من الاوقات بتقل سرعته جدا لحد ما يقف. القوه الثانيه اللي قد تؤثر في الجسم وتوقف حركته دي قوه تتسبب في ايقاف الجسم ولا يمكن ملاحظتها، ما اقدرش الاحظها بسهوله. زي ايه؟ زي سرعه السياره لما ينفذ منها الوقود، هتبدا السرعه تقل 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 لحد ما توقف. لحد ما توقف. يا ترى القوه اللي وقفتها دي يا ميس دي قوه ايه؟ قوه الاحتكاك يا ميس. خد بالك قوه الاحتكاك دي ممكن تنتج عن حاجتين كده، احنا عارفين قوه الاحتكاك دي ما دام في جسم بيتحرك على سطح الارض بيبقى السياره اللي ماشيه دي الكاوتش او العجل بتاعها او الاطار بتاعها بيبقى فيه احتكاك بينه وبين سطح الارض، يبقى دي قوه احتكاك اطارات السياره بالارض. وكمان عندي الهواء اللي حوالين السياره برضو بنسميه احتكاك او مقاومه الهواء، يبقى تاني حاجه بسبب احتكاك الهواء بجسم السياره. يبقى اللي حصل كده او الحركه لما وقفت او قوه الاحتكاك دي نتجت عن ايه؟ نتجت عن احتكاك اطارات السياره بالارض، تاني حاجه احتكاك الهواء بجسم السياره. خد بالك قوه الاحتكاك دي بتعمل في عكس الاتجاه، زي ما هو كده في احتكاك بين السكوتر اللي هو عليه وهو ايه؟ لازم الجسمين يكونوا متلامسين. تعالى دلوقتي نتعرف على الكلام ده كده بهدوء. اهي قوه الاحتكاك، يا ترى ايه قوه الاحتكاك؟ قال لي دي قوه تنشا بين جسمين متلامسين، لازم يحصل تلامس يا ميس بين السطحين دول. وقال لي انها كمان بتعمل في عكس اتجاه حركه الجسم. زي ايه؟ لما تيجي تدفع منضده للامام وانت بتدفعها للامام في قوه دفع، انت بتبعدها عن جسمك اهو وبزقها للامام، في قوه احتكاك يا ولاد متولده بين الارض وبين ايه؟ بين المنضده. دي بتعمل في عكس اتجاه الحركه وعايزه توقف المنضده، دي اللي احنا بنسميها قوه الاحتكاك، ودي ليها انواع يا سنه رابعه هنعرفها فيما بعد زي مقاومه الهواء ومقاومه الميه. طب ممكن السؤال يجي لنا هنا يقول لي ايه؟ اكتب المصطلح العلمي، قوه تنشا بين سطحين جسمين متلامسين وتؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه الحركه. بص معايا كده، ده شخص ماله؟ ده بيحاول يدفع الحائط. طب كده بيبذل طاقة يا ميس؟ ايوه بيبذل طاقة بس ما يقدرش، او الطاقة اللي عنده مش قادرة او مش مكفية اللي هو يقدر يزق الحائط من مكانه او يزق الصد ده عن مكانه. يعني ما عرفش يعمل شغل. لا تعالى بقى نتعرف على العلاقة بين الطاقة والشغل والقوة. يعني ايه الطاقة يا سنة رابعة؟ الطاقة هي القدرة على بذل شغل، اقدر ابذل شغل او احدث تغيير. طب القوة عبارة عن ايه؟ دي مؤثر اللي بيغير شكل الطاقة عشان تبذل الشغل ده، يعني تعمل تغيير، يعني هي المؤثر الذي يغير الطاقة لتتمكن من بذل الايه؟ من بذل الشغل. زي ما انت شايف في الفيديو كده هو بيبذل طاقة، بيبذل طاقة، يعني بيحاول بقوة ان هو يغير
من موضع الجدار او من حركته. طب تعالى كده بص السياره مالها في طاقه يبقى عندها طاقه وتحولت دي هتبقى شغل اليوم. يبقى يعني ايه الشغل؟ قال لي ده مقدار الطاقه اللازمه لتحريك جسم مسافه بس من خلال قوه مؤثره عليه. يعني الشغل مش هينتج الا لما يكون عندك في البدايه طاقه ولازم يتحرك مسافه. لازم يتحرك مسافه. يبقى كده حصل شغل. يبقى الطاقه حبايبي دي هي اللي بتمنحنا او بتدينا القوه اللي بقدر من خلالها ابذل شغل. يبقى مش هيحصل شغل غير لما يكون عندي قوه، غير لما القوه دي اكون انا اساسا مخزنه في جسمي طاقه وابدا احولها من صوره للتانيه وابدا اعمل القوه بتاعتي وبعد كده احرك الجسم اللي انا عايزاه. معنا مثال دلوقتي بيقول لي ما العلاقه بين الشغل والطاقه والقوه؟ خد بالك تتطلب القوه وجود طاقه. احنا اتفقنا دلوقتي لازم يبقى عندي طاقه، بعد شويه الطاقه دي ابدا احولها لقوه. طب لما تتحول القوه الطاقه لقوه هتعمل ايه؟ قال لي هتتطلب بعدها القوه دي وجود ان انت تقوم بشغل. ما الذي يحدث عندما يدفع الطفل السيارة؟ دلوقتي طفل بيدفع سيارة بيزقها للأمام بالبلدي هيعمل ايه؟ طب هو في جسمه يا ميس الأول متخزن عنده من الغذاء، عنده طاقة كيميائية في جسمه متخزنة، الغذاء ده أكل ليه عشان يقدر يبذل الطاقة دي؟ طب هيبدأ الطفل ان هو يزق العربة دي أو بيدفع العربة دي فهيقدر ان هو يحركها من مكانها عن طريق الطاقة اللي عنده تحولت لقوة، والقوة دي بعد كده هتبدأ تتحرك او تتحول لشغل. فبالتالي ان كده الولد الطاقه اللي كانت متخزنه عنده استغلها ان هو بقت عنده قوه، بعد كده القوه دي بتنقل الطاقه من الطفل للسياره، الطاقه اللي بتكتسبها السياره بعد كده هتتحرك مسافه ما، المسافه دي اللي انا بسميها بعد كده الشغل، وبعد كده كل النتيجه دي كلها ان انا بذلت شغل او الطفل ده بذل شغل نتيجه الطاقه اللي كانت عنده في جسمه من البدايه خالص. بس خد بالك زي ما قالت لك الميس لازم السياره تتحرك مسافه معينه عشان نقدر نقول ان احنا بذلنا ايه؟ شغل. بذلنا شغل. ودلوقتي لو انت مركز معانا هتقدر تجاوب بسهوله السؤال بتاع المتفوقين، وده السؤال الاخير معانا النهارده في الفيديو. السؤال بيقول لي اجب عند دفع كره على الارض تتحرك مسافه ثم تتوقف، اذكر السبب. يا ترى ليه توقفت يا سنه رابعه؟ نقول السؤال تاني. اجب عند دفع كره على الارض تتحرك مسافه ثم تتوقف، اذكر السبب. يا ترى لما انت زقت كره على الارض مشيت شويه يا ميس ووقفت في قوه اثرت عليها؟ انا عايزه السبب ده بقى بالتوضيح يا سنه رابعه ان شاء الله الاقيه في التعليقات. ومع امنياتنا بدوام التفوق ان شاء الله باذن الله والنجاح، ومع موعد بلقاء جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.